اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اليوم الثالث على التوالي بنعمل حلويات، وبصراحه انا شايف موضوع الحلويات سهل بالنسبه لي، فحبيت الموضوع وماشي فيه. فعلا صدق اللي قال اللي بنى مصر في الاصل حلواني. النهارده مع بعض خصصت اليوم للاطفال الحلوين، لكل أم عظيمة بتتابعنا في كل أنحاء العالم، لأن إحنا متشافين على الكرة الأرضية كلها. عندك أطفالك الحلوين، ادي لهم أفكار حلوة إن إحنا نعمل النهاردة حلويات طفولية حلوة، ويا ريت أيام الطفولة ترجع، كلنا نتمنى ذلك يعني. النهاردة مع بعض الدوناتس هنعمله بطريقة سهلة، وأخليك إزاي تعمل التوبنج اللي أنت حباه. اللي مش بيحب كريمة السكر يحط الشوكولاتة، اللي مش عايز شوكولاتة يحط سكر بودر حسب الرغبة. معانا النهاردة كمان الشكلمة اللطيفة الحلوة اللي هي حلاوة جوز الهند دي، جميلة بيعتمد على جوز الهند ولها أسرارها إن هي تطلع شكلها حلو، تزينيها بزبيب أو بكريز أحمر حسب الرغبة. معانا كمان البان كيك بالفواكه، في أطفال كتير مش بيحبوا ياكلوا الفراولة لأنها فيها مزازة وحموضة، فاللي مش بياكل فراولة هياكلها مع البان كيك، واللي مش بيحب الموز والموز مستوي عندك هنأكله مع البان كيك. فالنهارده في أفكار حلوة لعمايل البان كيك بالفواكه. معانا كمان الكب كيك بالشوكولاته النهارده هيعجبكم، هنشوف ازاي نعمله باشكال حلوه لطيفه حلوه الاولاد الصغيرين حسب اعمارهم يحبوا الحلويات ديت، وهو تغيير مش موضوع البسكويت وكحك كل يوم وغريبه اللي احنا عملناه في اليومين اللي فاتوا. انا مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره، وزي ما بدا الشهر الكريم بالجمله العظيمه الحلوه النغمه الحلوه رمضان في مصر حاجه تانيه والسر في التفاصيل، احنا كمان على شاشه القناه الاولى في تفاصيل كتيره قوي حتى في حلويات العيد، مش ناسيين الاطفال اللي هو العيد فرحه يعني مصروف. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. بصراحه احنا معانا النهارده تقريبا اربع حاجات هنعملهم، لو ان احنا هنعملهم في التايم بتاع الحلقه بالتفاصيل اعتقد مش هيكفي، ففي شويه تفاصيل وشويه تحضيرات اللي هو البزبلاس، فاللي خلونا عشان مع بعض برضه تبقى انت عايشه معانا الحكايه وعارفين شغالين ازاي. موضوع البان كيك هنعمله مع بعض دلوقتي عشان يتخمر ويقعد له تقريبا 15 دقيقه عشان تشتغلي معاه. عندنا عجينه الدوناتس كمان لازم تتخمر وتاخد وقت كبير جدا، وسر من اسرار ونجاح الدوناتس لازم ياخد مرحله التخمير بعد ما نقطع العجينه وتقعد لها تقريبا ساعه بعد التخمير. العجينه معانا جاهزه وزي الفل اهي. حلو قوي. اطلع يا شيف. بتجيبي القطاعات بتاعتك، ما عندكيش قطاعات بتجيبي غطا الازازه وتجيبي بتاعه الفطاير، يعني انا بديكي حاجات تتصرفي فيها علشان ما توقفيش وتروحي تشتري الحاجه وتقولي المحل قافل والحاجات اللي احنا عارفينها دي. انت عايزه تعملي لاولادك الدوناتس بطريقه سهله، بتعجلي العجينه اللي هنعجلها مع بعض دلوقتي وتقطعيها بالشكل ده كده. بتجيبي العجينه تفرديها وبتعمليها بغطا الازازه بالشكل ده كده، اللي الحته اللي بتطلع من عندك من النص هي دي بالشكل ده. الموضوع بسيط. خلونا نشوف مقادير الدوناتس مع بعض على الشاشه. انا هعملها ومعانا العجينه متخمره جاهزه للتحمير. واحدة واحدة كده، عبارة عن دقيق وخميرة وبيكنج باودر ومعلقة سكر للخميرة عشان تشتغل، والمادة السائلة يا إما مية دافية يا إما حليب، لو حطيت حليب هتبقى حلوة، مية دافية هتبقى حلوة، وربع كوب من الزيت وثلاث بيضات. هي دي المقادير بتاعة الدوناتس، سهلة وبسيطة. ومعلقة صغيرة من الفانيليا، عايزة تحط شوية هيل ومعلقة سكر، عايزة تحط فانيليا ماشي، عايزة تحط هيل ماشي حسب الرغبة. حلو الكلام؟ تعالى نعملها مع بعض سريعا. أول حاجة هنحط الخميرة هنا اهي، ونحط عليها يا عم الشيف معلقه سكر علشان تشتغل بسرعه. تقوم الخميره مع السكر تكون سريعه المفعول، وندوب الخميره كده بس، هي دي الميه اللي هعجن فيها. نتاكد. شفت انا عايز اقول حاجه بس، اول ما تحطي ميه دافيه على الخميره والسكر عملت رغوه كده
يبقى الخميره حلوه، اشتريتها كويسه من عند الراجل البقال او اللي موجوده عندك في الثلاجه او في المطبخ سليمه، لان الخميره لو جالها رطوبه وتركنت عندك وقت كبير مفعولها بينتهي، تحط لها سكر، تحط لها شربات، تحط لها عسل، مفيش فايده منها. حلو الكلام اهو. الخميره طالما عملت رغوه كده وفكت معاك بسرعه اعرف ان هي بسلامه وامان اهو، زي الفل يا عم الشيف. نبدا نحط الدقيق بتاعنا. استنى معلش، نحط الاول الدقيق، معايا البيض، هنعجن المكونات دي كلها مع بعضها سهوله بساطه مرونه. بنحط شويه زيت صغيرين او تحط زبده حسب الرغبه، ونقلب دول كده مع بعض اهو. عجينه عاديه خالص، بس بتبقى عجينه سميكه شويه زي عجينه البيتزا تقريبا، وبتبقى اطرى وناعمه من عجينه البيتزا لان دي بيخش لها بيض. طالما العجينه بيخش لها بيض في المقادير اعرف ان هي قابله ان هي تنتفخ معاكي وتعلو معاكي لما تتخمر اهو. شويه الفانيليا فين؟ اهو. حلو. وبيكنج باودر، نحط البيكنج باودر عشان العجينه تبقى هشه معانا وزي الفل. العجينه معانا اهيت، نخش بايدينا فيها زي الفل. ادي عجينه الدوناتس. كلنا بنسال بتتعمل ازاي يا شيف، وبصراحه نروح نشتري واحده واثنين وثلاثه في بعض المحلات المشهوره، ممكن نقف طابور، ممكن نروح نشتريها ب 20 جنيه ب 30 جنيه، وهي يقول لك والله اللي بالشوكولاته خلصت، اللي بالكراميل خلصت، وهكذا. العجينه معايا اهي زي الفل، اخدها كده على الخشبه بتاعتي او على الرخامه بتاعتي واعجنها. عجينه الدوناتس في اقل من دقايق عملنا اهي، وتخدميها كده اهو. العجينه طالما تمط معاكي بالشكل ده كده اعرفي ان هي زي الفل اهي. اهو ادي عجينه الدوناتس طلعت معايا وزي الفل. حلو اهو، اسرع من كده مفيش. سهله. التخمير ومراحل التخمير اسرار نجاح الدوناتس بتاعك. هنفرد العجينه، بعد ما نفردها بعد 5 دقايق او 10 دقايق تقريبا بتحطها بالشكل ده كده، وتقطعيها وتسيبها تتخمر لمده ساعه، وبعد كده نحمرها في الزيت. وصلنا لمرحله، عرفنا فكره الدوناتس ازاي. اما التوبنج احنا مع بعض نشوف مع بعض كده مخرجنا الجميل. معانا شوكولاته فرسي اللي هي الغامه، معانا الملونه الاطفال بيحبوها، معانا شوكولاته هنسيحها دلوقتي، ومعانا شوكولاته بيضه كمان هنسيحها مع بعض، ونشوف ازاي نسيح الشوكولاته واحنا واقفين مع حضراتكم كده بسهوله. بس خلونا نولع على الزيت علشان نحمر الدوناتس. الشوكولاته هتسيح هنا. اللهم صل على النبي. تمام، احط الزيت ده يسخن ونحمر، ونبدا ان احنا نغمس بقى بشوكولاته بيضه، شوكولاته حمراء، شوكولاته غامقه، زي ما انت عايزه. طب الشوكولاته نسيحها ازاي يا ام غازي؟ لغايه دلوقتي الشوكولاته ما بنعرفش نسيحها، نعمل ايه؟ ببساطه شديده انا معايا حمام ميه، في الكبير وفي الصغير، ميه بتغلي اهيت على النار، بنحط المصفى دي كده، او بتتباع الحاجات دي عند اخواننا بتوع الادوات المنزليه. ما عندكيش الحاجه دي هاتي طاسه صغيره حطيها، ما عندكيش دي هاتي اي حاجه زجاجي تتحط في قلبها، ما فيش مشكله اهو بالشكل ده كده. وتعالوا نسيح مع بعض الشوكولاته. معانا زبده، بنحط زبده هنا كده. ده حمام ميه اهو سهل، وهنا شويه زبده كمان على قد استخدامنا، يعني تقريبا معلقتين من الزبده. ومعانا الشوكولاته اللي هي الالوان، ودي موجوده عند المحل بتاع السوبر ماركت في اي مكان، او عند اخواننا اللي بيعملوا الحلويات. بناخد الشوكولاته دي نحطها كده اهي، وعندي كده كمان الشوكولاته البيضاء، الاولاد بيحبوا الشوكولاته البيضاء بالشكل ده كده. ناخد المكسر ده. النهارده هديه مني وعيديه مني للاطفال الحلوين. ادي الشوكولاته نخليها هنا جنبينا بتسيح اهي زي الفل. كل اللي هتعمليه دلوقتي وتحط شويه حليب هنا كده، انت بتخف الشوكولاته، وهنا كده عشان لما تعمليها توبنج للدونات تطلع معاكي وزي الفل زي الفل. تمام، الشوكولاته تسيح براحتها. حلو الكلام. انا بس عايز اوصل، والهدف من الحلقه بتاعتي في الوقت بتاعنا، افكار لكل ام دلوقتي عندها اطفالها الحلوين، ان انا اخش المطبخ. الحاجات دي على فكره ممكن تشتريها بسهوله وتريحي راسك من الجو ده، بس انا مش حابب كده. العيد ان احنا نقعد في البيت ونجتمع واسره واحده وعيله واحده، ايه المشكله لو دخلت المطبخ عملت حاجه حلوه لعيالك؟ مش هتعملي كل ده؟
يعني ما تبقاش زي الشيف المغازي. احنا طبعا على شاشه القناه الاولى والكرم والجود بتاعنا ده الطبيعي، ده انا بعلمك تعملي ازاي وسنديكي في المطبخ، ولكن هدفي من الحلقه دي النهارده بالذات يخش المطبخ يعملي حلويات للولاد ويقول لهم النهارده انا عامل لكم الدوناتس النهارده على طريقه المغازي، ده سهل جدا، انا ما كنتش اعرف كده، لو اعرف كده كنت عملت لكم كل يوم، وهكذا. هعمل دلوقتي الكب كيك، هي نفس طريقه عمل الكيك. الزيت سخن غصب عني ببساطه خالص، بعمل كده اهو، ليمون او برتقان واحطها كده ياخد راحته. الواحد لما بيعصب بيقول له اشرب تشرب عصير ليمون، الزيت لما يعصب منك وسخن غصب عنك حط فيه ليمون او برتقال بس خلاص ياخد راحته خالص. هبدا احمر الدوناتس بتاعنا واحنا واقفين مع بعض كده، الصغير والكبير، اه ده الصغير ودي الكبير، مفيش نار هنا بخلي بالك. اه حلو الكلام. اه انا خلصت كده من حكايه وقصه الدوناتس بتاعنا، الزيت يسخن شويه ونبدا نشتغل مع بعض. قبل ما اطلع الفاصل هننوع عن حاجه، عجينة الدوناتس عملناها، مرحلة التخمير بتتم 10 دقايق بعد العجين مباشرة، بنفردها بنقطعها بالشكل ده كده. أنا بحاول بقدر الإمكان، وقتنا من ذهب، بحاول إن أنا أوصل المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة، وهدفي من الحلقة تاني بكررها للمليون إنك تخش المطبخ تعملي لو كيلو كحك أو كيلو بسكويت أو حلويات للأطفال. هو ده العيد، والعيد فرحة، والعيد كحك العيد وبسكويت العيد وحلويات للاطفال. فاصل صغير ونرجع مع اسرار الدوناتس، البان كيك، الكب كيك، التفاح بالكراميل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الخد اللي احنا عايزينه من فص البرتقال او الليمون هدى من روع وعصبيه الزيت بتاعنا. طبيعي بتحمري سمك حط رص ليمونه في قلب الزيت، بتحمري فواكه او بتحمري مثلا دوناتس زي ده كده او بلح الشام زلابية حط الليمون او البرتقال هيهدي من روعه الزيت. حلو الكلام، وصلنا للمعلومه دي تشكر. تعالوا مع بعض نخش على اللي بعده. هنعمل دلوقتي عجينه البان كيك بالفواكه، بالموز، بالفراوله. تعالوا شوفوا مقاديرها مع بعض على الشاشه ازاي. ملاحظه انا نضفت الرخامه ازاي؟ انا عايزك تبقي زي كده اه، من غير اي حاجه. سبت العجينه لما نشفت شويه وشلتها كده اه زي الفل وشغال. مش لازم تجيبي ميه هنا بقى والزيت والجو اللي احنا عارفينه ده، خليكي زي الحلوانيه كده. المقادير على الشاشه بتاعه الكب كيك، البان كيك، عباره عن كوبايتين من الدقيق وموز وفراوله وبيكنج باودر وثلاث بيضات وحليب وزيت. دي عجينه البان كيك ما بتاخدش خميره، بتاخد فانيليا وبتاخد بيكنج باودر. حلو الكلام. طيب تعالوا نعملها مع بعض سريعا، واحنا عاملين واحده معانا جاهزه زي الفل اهي، اللهم صل على النبي اهي. بس اعملها لنا يا شيف عشان في اطفال من شويه سالوا بتتعمل ازاي عجينه البان كيك. اه واحده مع بعض يا مسهل الحلاوه. اه بولة ازاز صغيره، مضرب قوي لان دي بتحتاج لضرب قوي. اه زي الفل. اول حاجه هنا البيض، بطين، والتانيه زي الفل، بنخفقهم جيدا مع شويه زيت بالشكل ده كده. قد ايه يا شيف؟ لكل بيضه تاخد معلقه زيت، ما تكتريش في عجينه البان كيك زيت. اه وبنحط حليب حسب كميه الدقيق، يعني تقريبا نص دولت خلاص كده. اه ونقلبهم كويس، واحنا بنقلبهم بالطبيعي بنحط شويه فانيليا معانا. الفانيليا بنحطها اهي علشان الزفاره بتاعه البيض واحنا شغالين مع بعض. نيجي للحاجتين الباقيين، هما البيكنج باودر والدقيق. اوعى تحط البيكنج باودر على البيض، حط البيكنج باودر على الدقيق، المواد الجافه لوحديها والمواد السائله لوحديها. اه
زي ما انت عايز. الدونتس بتاعنا في قلب الزيت. تعالوا نكمل عجينة البان كيك مع بعض اهو. ننزل بالدقيق واحدة واحدة. البيكنج باودر معلش اهو شوية. نقلب البيكنج باودر مع الدقيق بنفس المراحل اللي انا شغال بيها اهو. في عجينة البان كيك بالذات خليك حريصة انك تصفي الدقيق. يعني ايه صفي الدقيق يا عم الشيف؟ يعني تنخليه. اهو نحطه هنا كده زي الفل. تمام اهو. دي مهمة جدا اهو عشان ممكن الدقيق فيه شوية كلاكيع في أي حاجة مع عجينة البان كيك ما بينفعش. اهو في منخل صغير كده بتجيبيه للدقيق اهو زي ما انا شغال كده اهو. على فكرة انك تدخلي الدقيق كده بالمصفى بيسهل عملية التخمير وبتطلع معاك العجينة ناعمة وزي الفل زي ما انا شغال كده اهو. اه دي عجينة البان كيك اهو. خلاص دول بخليهم كده على جنب ونشوف الدنيا هتبقى معانا ايه كده اهو. طلعت معانا عجينة البان كيك. احتاجت لسوائل بتحط شوية حليب ما تحطش بيض اهو. ونقلب كده. العجينة اللي في ايدي ديت هي اللي معانا ديت. تحط الاثنين جنب بعض كده حبايبي الاساتذه المصورين فرسان التلفزيون مصر اه. ديت قبل ودي بعد. حلو الكلام. نطلع الدونتس بتاعنا بسرعه. اللهم صل على النبي. المكسرات عشان تستخدميها في مقلوبه في كبسه في برياني في مشخول الاكلات العربيه الجميله الحلوه دي كده انصحك تحطيها في شويه ميه قبل تحميرها. ليه في ميه يا شيف؟ علشان ما تتقرمش منك وتبقى قاسيه. اللي ياكل معلقه كبسه يكسر له جوز سنان معاه، على ما يخلص اكله الكبسه هيكون نزل بال 32 سنه. مهم جدا انك تحط المكسرات في شويه ميه علشان تطرى ولما تتحمر تبقى طريه من جوه، ناكلها تمشي بنفس النغم بتاع الرز. دي اسرار تحمير المكسرات. اخواننا بتوع السوشيال ميديا حبايبي اللي انا بحبهم، فرسان السوشيال ميديا على شاشه القناه الاولى. وضع المكسرات في ماء لمدة 5 دقايق قبل تحميرها وإضافتها للرز أو الكبسة أو المشغول أو خلافه. الدوناتس بتاعنا بيتحمر. نشيل الحاجات دي من هنا كده ونوسع لنفسنا. عندك بقى الدوناتس عايزة تقدميه بإيه لأولادك؟ بالشوكولا؟ تقدميه بالكريمة السكر زي ما أنت عايز. إحنا معانا الشوكولا هنا أهي زي الفل. شفت الفكرة؟ أهو عايز أنا بالشوكولاتة اللي هنا دي كده. شوف الجو ده أهو. دي شوكولاتة هنا أهي. الدنيا حلوه كده معانا يا شباب. شايفين اي حاجه قولوا لي. انتوا عينيا اللي بشوف بيها. حاضر يا فندم. عليا شيل لي المناديل عينيا الاثنين. حاضر نحط دي هنا اهو. الشوكولاته دي اه اللي انا مسيحها من شويه اهو. اه ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ده انا ما كنتش اعرف الموضوع سهل كده اهو. دي بالشوكولاته. حاضر عينيا اهو. يا سلام يا سلام. نعم بالعسل ممكن، بالكراميل ممكن، بالعسل الاسود تبقى احلى واحلى. انا بحب اكل الدونتس. انا بحب اكل الدونتس على فكره بالعسل الاسود والله العظيم مش بهزر. اقسم بالله بالعسل الاسود يعالج الانيميا. بالمربى وهكذا. الشوكولاته اهي اهي. شفت انا بحط اه الشوكولاته لسه احتمل شويه اهي اهي. حلو. وكمان واحده بالشوكولاته. انا بحب الشوكولاته دي كده فيها حليب وفيها زبده اه زي الفل. الاولاد بيحبوا بقى يحبوا الحاجات اللي انا هعملها دلوقتي. ركزوا معايا اهو. معانا الشوكولاته هنا. فين الملونه؟ اهي اهي اهي. شفت الجو ده اهو زي اللي بتشتريها من بره اهي. بص عليها كده معايا فرسان التلفزيون المصري زيزو اهو 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 اهو. دي موجوده بره يا شيف. الواحده بتعمل لها 20 جنيه اهي زي الفل. 35 حلو اهو. ما هو اللي عنده اطفال هو اللي بيشتري الحاجات دي وعارف اهو. نخليه مكانه فين؟ هنا عينيا اهو. الدوناتس بطريقه سهله. معايا شويه تانية احمرهم واقدمهم بشكل تاني. اه يلا نشيل دي كده من هنا. الزيت سخن معايا شويه معلش. النار شديده. عم ايهاب ظابطها لي ربنا يسعده اهو زي الفل. ما انا قبل ما اطلع الهوا لازم تعرفوا حضراتكم انا اقل مجهود ممكن ابذله او ان انا اقدر اقدمه. معايا مساعدين، معايا فرسان العمل اللطيف ده كلهم بيشتغلوا من اجل الصوره تطلع حلوه. نشيل الزيت ده من هنا يا شيف علشان الاطفال الحلوين ما يحصلش معاهم مشكله اهو. وتعالوا عايزين دي بالشوكولاته البيضاء. عينيا شوكولاته بيضاء 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 اهي. الشوكولاته البيضاء معايا اهي 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 اهي. تعملي ايه بقى على الشوكولاته البيضاء دي بقى؟ تسمعي كلامي حالا دلوقتي وانا معاكي. هقول لك على طريقه حلوه قوي وباذن الله في تطوير كبير لبرنامج اكله ام. انتظروه مننا بعد العيد مباشره. مفاجاه لكل الساده المشاهدين. تحت امرك يا امي. تعالوا نشوفوا. انا مش بحب الشوكولاته يا شيف. كل يوم شوكولاته في شوكولاته بيضه لطيفه اهي. شفت الشوكولاته دي اهي زي الفل. تنزل كده اهي
دي غاليه بقى، دي واخده الشوكولاته الخام بيض اهي اهي، وتقلتها بالسكر اهو، شفتي اهي زي ما هي كده اهو. طبعا الحرفيه بقى عند اخواننا اللي بيشتغلوا الحاجات ديت، المحلات في محلات اللي كده مخصوص بيعملوها اهو، شفتي اهو، اعملها من ناحيتين زي ما انت عايزه، بس هي بتبقى ناحيه واحده وساعات بالناحيتين اهو. ودي بتتحط بقى على المفروض تتحط على شبك، والشبك ده الشوكولاته ازاي ده تنزل تحت وهكذا، الجو ده اللي احنا عارفينه اهو. انا بشكر الاطفال الحلوين اللي انا بلاحظ ان هم اللي بيتصلوا دلوقتي، وطبعا بشكر مامتهم وباباهم لانهم اكيد طبعا توجيهات منهم، الطفل في السن بتاعه ده ما بيعملش حاجه غير بتوجيهات باباه ومامته اهو، ان هو يتابع القناه الاولى تلفزيون بلده، هي دي الوطنيه، هي دي القوميه العربيه اهو، شفت ازاي اهو، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ انا والله مش عايزاها كده، ايه رايك تحطي لي عليها شوكولاته من دي؟ حاضر عيني اهو، زي ما احنا شغالين. يلا يا زيزو دلعني، ايه ده اهو، ادي تاني طبق دوناتس، حفله دوناتس النهارده اهو اهو اهو، حفله دوناتس النهارده بالشوكولاته اللي احنا حبيناها. حلو الكلام، هنخليه هنا مكانه ونشيل الفراوله وننزل به هنا اهو. كاونتر معانا زحمه اهو، هنوسعه تاني اهو زي الفل. زبده تكون طريه بدرجه حراره المطبخ اهم حاجه. انا اروق الدنيا كده، الاطفال لما يخشوا يتعودوا منك على النظافه، زرعت جواهم وغرست جواهم ان المطبخ يكون نظيف. انا بحب الدوناتس ده ساده كده، ممكن احط عليه سكر بودر، معايا سكر بودر اهو زي الفل. انا بحبك اهو. ايه الجمال ده، ايه هو ده اهو. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل للبان كيك، نعمله ازاي بالفواكه في قوالب حلوه صغيره جايبها كده، اسمه ميني بان كيك بالفواكه. الطبق ده بيبقى فيه 10 حبات، ثمنه 60 جنيه، حاجه يعني فيها قساوه كتير. ليه ادفع 60 جنيه في 10 حبات صغيرين؟ ممكن يكلفوني 6 جنيه. شوفوا من 60 جنيه ل 6 جنيه الماتيريال بتاعنا. حلو الكلام؟ نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل افكار بسيطه وسهله لاطفالنا الحلوين، والعيد فرحه مع الشيف المغازي. اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ عجينه البان كيك اللي كانت معايا من شويه، لازم العجينه تبقى عجينه مطاطيه بالشكل ده كده، تطلع عند الكريم فوق اهي، شفت ازاي اهو اه. ولو قطعت منك اعرف انه ناقصها حاجه، هيكون ناقصها يا عم الشيف رقم واحد نوعيه الدقيق ما تكونش كويسه، الدقيق مش منخول كويس، رقم اتنين ودي اهم حاجه ما خفقتش البيض كويس، شفت العجينه ازاي؟ ما تقطعش منك، هتطلع لغايه لما تبقى زي الشعره اهو، دي عجينه البان كيك. حلو الكلام؟ عندنا فواكه. لغايه دلوقتي الاطفال الحلوين البعض منهم مش بيحب ياكل الموز، يقول لك الموز مستوي كده، الفراوله مززه، فتعالوا نعمل لهم النهارده حاجه لطيفه كده وسهله. الصوره كده حلوه، فرسان التلفزيون المصري، اساتذه المصورين اه. القوالب الصغيره دي بتتباع عادي، ابدا اوزع كده وانا شغال. انا والله في حاجات عايز اعملها في الفواصل بس ما برضاش اعملها غير معاكم. انا جبت القوالب الصغيره دي كده، الميني بان كيك ده كده، دي بتتباع عند اخواننا بتوع الادوات المنزليه عادي، ودهنتها زبده او سمنه ورشيتها رش دقيق صغيره، وبوزع كده المقدار ده بالتساوي وانا شغال كده واحده واحده. اعملي مساحه انك هتحطي فيها فاكهه، والمقادير على الشاشه عباره عن كوبايتين من الدقيق، بياخدوا 3 بيضات، بياخدوا لكل بيضه بتاخد معلقتين من الزيت، بيكنج باودر معلقه، ورشه ملح صغيره، وكوب من الحليب اه. بوزع المقدار ده كده، انا عايز بس اقلبها بسرعه علشان ادخلها الفرن نشوفها بعد ما تطلع اه. حلوه. هناخد ده يا عم الشيف كده ونزرع فيها الخير، ربنا يجعلنا دايما نعمل الخير. يعني ايه يا شيف؟ يعني معانا توزبيكس صغير
اللي بنسلك بيه سناننا او اللي بنعمله مع الجبنه مع البطيخ، عارفينه ده طبعا. اهو موضوع بسيط اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. فراوله زي دي كده بشيلها كده اهو واحطها هنا، موزايه زي دي كده بشيلها واحطها هنا، عيني حاضر اهو كده. وخلونا ايه عشان الصوره الحلوه اهو. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، الحاجات دي حلوه. ولو هي نشفت عليك ممكن تشيلها عادي، بس خلونا كده عشان الصوره تبقى حلوه اهو. اهو تمام. ده عجينه البان كيك. اخد كده الفراوله اللي انا مقطعها والموز واحطها هنا كده اهو. كلفتك حاجه دي؟ اعتقد ان عندك علبه التسبيكس دي موجوده، هتلاقيها على السراحه، هتلاقيها في اي مكان في الشقه اهو. اهو حلو تمام المعلومه دي. طبعا التسبيكس ده لو انا حطيته في النار دلوقتي ممكن يسود مني ويتحرق مني، فانك تحطيه في ميه بليمون مع الفواكه. ضربت عصفورين بحجر، رقم واحد الفواكه دي ما سودتش لانها محطوطه في محلول ملحي، محلول حامض اللي هو عصير الليمون. والتوزبيكس الخشب ده كده شرب ميه، فلما بيشرب ميه ايه اللي بيحصل؟ عمره بيطول شويه، ما بيسودش غير لما الحاجه تستوي. اه ونوزع فواكه كده في قلبيها، ما كل هي نفسها ما كلفتناش حاجه. اه عيني لا لا، البان كيك مش الكب كيك، ده بان كيك. حلو الكلام اهو كده. انا بسيب مساحه صغيره كده، ده غير الكب كيك. الكب كيك مش بنملى القالب للاخر. اه حلو زي الفل. وادي الموز، فراوله، موز زي ما انت عايزها. ولادك بيحبوا الفراوله، حط فراوله امليها كده. وادي التوزبكسيه اهي، عايزه ساده خلي ساده شويه، مفيش مشكله براحتك. اه دي لما تستوي بقى هتلاقيها مسكت نفسها وزي الفل. يا سلام على طعم الموز مع عجينه البان كيك. عايزه تعملي بالشوكولا بعد دي ما تطلع من النار، ممكن تحط عليها شوكولا حسب الرغبه. وادي الفراوله اهي، انا احبها بصراحه مع الفراوله. اه فراوله صغيره تبقى حلوه كمان على فكره زي دي كده. اه درجه حراره الفرن كام يا عم الشيف؟ 180. درجه حراره الفرن عندي 180، دي مكانها فين في الفرن. عجينه البان كيك دي عموما لازم تتحط في ارضيه الفرن مباشره، اهي بالشكل ده كده اهي. هنا ده مكانها، درجه حراره الفرن 180 وجاهز زي الفل اهي. هنا التوزبيكس مش هيسود مني باذن الله، لان حاطه في ميه او في محلول حامض شربان لما شبعان. اه زي الفل. هنقفل الفرن، خلصنا من الموضوع ده. بس خليني اقول لك على حاجه بصراحه، يعني عندنا فواكه، عندنا فواكه بالشكل ده كده حرام ان احنا نرميها. وانا برضو عايز في حاجات كده لازم اقولها كده في الكواليس زي ما بيقولوا. معانا طاسه اهيت ببساطه خالص، بحطها هنا كده واحط في الطاسه دي يا عم الشيف سنه زيت صغيره السلي يعني، واخده بالك؟ اهو تعملي واحده كبيره كده لجوزك، قولي له بقى الاولاد عامله له حاجات صغيره، انت الكبيره دي بتاعتك اهو. استنى على الطاسه دي لما تسخن، وهناخد شويه البان كيك اللي موجوده عندنا مع الفواكه ونعمل واحده كبيره، بس بقى تسخن كده عشان انا ما بحبش حاجه ارميها، خلي بالك ضد التبذير. تعالوا مع بعض نعمل الكب كيك بالشوكولاته. نعمل ولا نعمل عجينه الشكلمه؟ معانا وقت قد ايه يا استاذ رحاب؟ استاذ احمد، استاذ احمد فاروق 10 دقايق. طب نعمل عجينه الشكلمه، نعمل عجينه الشكلمه. اما الكب كيك معانا وقت، هو نفس الفكره بتاعه البان كيك بس بطريقه مختلفه شويه، هنقول عليها لو احنا معناش وقت. مقادير الشكلمه على الشاشه، عباره عن جوز الهند مبشوره ناعم، معانا معلقتين دي لكل كوبايه جوز الهند مع معلقه نشا، ومعانا سكر بودر تقريبا كوب، ومعانا سمنه بلدي وبيضه في المقادير. تعالوا نعملها مع بعض سريعه، دي العجينه الحلوه السهله دي كده واحنا شغالين مع بعض. اه بنجيب كسروله زي دي كده، الشكلمه او حلاوه جوز الهند تتعمل ازاي وانا معاكم اهو واحده واحده. ادي جوز الهند بنحطها هنا كده زي الفل، وبنكسر عليها بياض اتنين بيضه بالراحه كده، بناخده بالطريقه دي كده اهو، شفتي اهو زي الفل. واخلي الصفار هنا استخدمه في حاجه تانية، ونفس القصه تاني اهو. شوفي باخد البياض ازاي واحده واحده، اساتذه المصورين حبايبي اهو، بكسر البيضه نصين كده اهو واحطها كده اهو. اه دي طريقه، دي طريقه تانيه ممكن تحطها بين شوكتين اهو. ده بياض اتنين بيضه في المقادير، حلو الكلام. والصفار ده خلينا نستخدمه في حاجه تانيه،
ليه ما حطيتش صفار؟ عشان لونها ما يتلونش، انا عايزها لونها بياض ناصع كده. بناخد معلقتين دي، معلقتين من النشا عشان تبقى كريسبي، السمنه الحلوه بتاعتنا بدرجه حراره المطبخ، شويه بيكنج باودر حتى تنتفخ وتبقى هشه، كل دول مع بعض يا عم الشيف، ورشه ملح صغيره يا مدام مي. هي الكوبيبه اسمها كوبيبه شبيه، بس هي دلوقتي كل الدنيا بتعملها وكل حاره بيعملوها اخواننا السوريين واخواننا اللبنانيين، وهي اشهر حاجه طبعا مشهوره في سوريا، كوبيبه لبناني كوبيبه سوري. هي الكوبيبه عجينتها واحد. ايه يا شيف؟ عباره عن نص كيلو من اللحمه الهبره، ما فيهوش خالي من الدهون، ويفضل يكون لحم بقري مش لحم ضاني. بنفرمه مع نص كيلو من البرغل، اتغسل مره واثنين وثلاثه وسبناه يتنقع لمده ساعتين. فرمنا الاثنين مع بعض مع بصلايه مع شويه قرفه ناعمين مع رشه نعناع يابس حلوه مع شويه ملح حلوين، وتفرمهم فرمه ناعمه وتسيبها في الثلاجه لمده نص ساعه يا امي. حلو الكلام؟ قولي لي حلو الكلام عشان اصلي على رسول الله، صلي على رسول الله. هناخد العجينه دي نعملها بقى، تعملها كبه بالصينيه، كبه مقليه، كبه سمائيه، كبه باللبن، كبه كدابيه، تدخلها في لبن امه تشكيله كده. حلو الكلام؟ لبن امه يعني ايه يا شيف؟ يعني اكله كده بتجمع ما بين الكبه وبتجمع ما بين الدجاج والبصل، الكويزات، بتبقى اكله لطيفه وحلوه. حلو؟ ايه الكبه السبائيه بيسالوا في الكنترول؟ يعني الكبه بتتحشي سماء من جوه. شفت العجينه بتاعت الشكلامه بتبقى بالشكل ده كده، ما بتبقاش طريه قوي. اهي اهي اهي. ونجيب صاج اهو، العجينه جاهزه كده زي الفل، صاج زي ده كده، اللهم صل على النبي. اهو والصاج ده مش بنتينه حاجه، العجينه اصلا كده كده فيها سمنه بلدي. اهو بناخد كده الشكلامه اهو اهو، ونكورها كده اهو، ونحطها هنا كده اهو، ونيجي على الوش كده معانا زبيب. بصراحه دورت على الكريز الاحمر ده ما لقيتوش، ونحطها كده. دي الشكلامه عامله زي الغريب اهو اهو. درجه حراره الفرن عندي 180 اهو. حلو الكلام. معانا هنا في الكنترول اهي في الاستوديو شكلامه عليها كريز احمر. حلو الكلام. اهو اه عيني اهو اهو، حالا حالا اهو. يلا الفواكه معانا اهو، الزيت معانا سخن زي الفل. الطبيعي سخن الزيت تعمل ايه يا شيف؟ خليكي زي كده اهو، بص اللي عملتي اهو اهو، امتص الحراره اهو 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 اهو، وخدت الزيت، وخدت الزيت طعم البرتقانه، قشره البرتقانه والزيوت اللي موجوده في البرتقانه. انا عايزك تتعاملي كده في المطبخ زي شيف المغازل، زي ما انا شغال كده اهو اهو. هدي الزيت بتاعي، اشيله البرتقانه دي كده من هنا زي الفل اهو، واجهز نفسي. في فواكه عندي، باخد الفواكه دي يا عم الشيف اهي، فواكه اهي زي الفل. عايز اعمل بان كيك بالفواكه اهو اهو، عينيا عينيا اهو زي الفل. واخد العجينه بتاعتي دي كده، الله الله اهو. يا دلعك يا شيف، يا دلعك لما تشتغل ومزاجك رايق اهو. قرص اهو، قرص من البان كيك بالفواكه، واسيبه نار هاديه خالص بس خلاص كده. انا ما رميتش الحاجه، اطلع له قرص واثنين وثلاثه واربعه بالشكل ده كده. يا سلام، ده لما يطلع من النار سيبيه كده على النار هاديه، نهدي النار. اللهم صل على النبي، اهدي اهدي بس خلاص اهو، خليها على اثنين زي الفل، كمان واحده تمام بس معانا. نشوف اللي بعده وانا شغال واحده واحده. عايز اوصل معلومه تاني، الهدف من الحلقه دي النهارده مش ان احنا بنستعرض عضلات وبالحلويات، لا خالص، الفكره كلها ان انا هديه مني للاطفال الحلوين، لكل ام بتتابعني دلوقتي عظيمه بتشوفنا، عيديه حلوه للاطفال الحلوين، وتخش المطبخ تعملي لهم الحاجه الحلوه. عملت لهم الشكلمه، ممكن تحط شويه زبيب جوه الحشوه بتاعت الشكلمه تبقى لطيفه وحلوه اهو. بتدخلها الفرن، دي بتخش الفرن في درجه حراره 120، دي مش عايزه فرن عالي، فرن درجه حرارته 120 غير الفرن بتاع البان كيك اهو اهو. ممكن تحط حبه لوز على الشكلمه تبقى حلوه زي ما انت عايزه، بس برضو نفس الفكره، هتحطي لوز او هتحطي صنوبر او هتحطي مكسرات، حطيها في الميه قبل اهو. عينيا زي الفل، بص عليه ابن حلال ابن حلال، بص على الفرن وصلي على الحبيب قلبك يطيب. البان كيك زي الفرن، الخشب لسه بشكله، خش بقلب قلبك جامد يا باشا، احنا مش بنهزر، خبره السنين. البان كيك استوى ولسه العود الخشب زي ما هو بلونه. ليه يا عم الشيف؟ لان حاطينه في ميه منقوح في ميه وشربات اهو زي الفل اهو. انا شغال لغايه لما مخرجنا يقول لك خلاص خلصنا لاخر دقيقه في الحلقه اهو. كفايه كده، نخش على البان كيك، على الكب كيك، معانا وقت؟
بيعملوا دقيقتين ونص يا استاذ رحاب، الله يبارك لك. طيب انا هخش دلوقتي على التفاح بالكراميل اللي اعتقد البانكي الكب كيك عملناه قبل كده، بس كنت عايز اعمله بطريقه جديده النهارده، هنعمله ان شاء الله في الايام اللي جايه. بس خلونا اكلم حضراتكم على موضوع التفاح بالكراميل يتعمل ازاي. حلو، لما تيجي تعملي كراميل بالفواكه موز تفاح فراوله، هقول لك على فكره حلوه كده، الحاجات دي بنشوفها بره ناس فاتحه محلات كبيره بالموضوع ده. حلو الكلام. انا هقول لك على طريقه دلوقتي سريعه كده وسهله وهتسهل عليك الموضوع. ايه الاخبار هنا؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ شفت القالب ده كده؟ حلو زي كده عشان يستوي مع بعض. زي الفطيره دي جامده. الف هنا وشفا، نحط لها مكعب زبده، اللهم صل على النبي. من الزبده اهي كده هنا. هقول لك دلوقتي حالا تعملي ازاي تغليفه التفاح والموز والفراوله بالكراميل، وانت معايا كده بسرعه. طاسه زي دي كده على النار، اللهم صل على النبي اهي. هنحط الطاسه دي على نار شديده كده. حلو الكلام. ونحط فيها سكر ونعمل شويه كراميل مع بعض، بس مش الكراميل بتاع الكريم كراميل اللي انتوا عارفينه، لا الموضوع مختلف شويه. ده سكر اهوت كفايه، نروق الدنيا كده عشان البوتاجاز. وهخليكي تعملي دلوقتي التغليفه بتاعت التفاح والموز والفراوله للولاد، وياكلوها برضو بالتسبيكس كده او بالخله، تبقى حلوه ولطيفه وزي الفل. تمام. هتعملي ايه هنا؟ هنحط هنا بالظبط كده يا عم الشيف الميه قدامك كده على عينك يا تاجر اهو، دي واحده كده. عينيا. حاضر. الكراميل بتاع الفواكه بيختلف غير الكراميل بتاع الكريم كراميل. السكر يبقى قدامك كده كوبايه تقريبا، بتاخدي كده زي ما انا شغال، دي معلقه ميه اهي وتحطها في النص بس، وسيب الكراميل يطلع. طلع الكراميل خد اللون اللي احنا عملناه من كام يوم لعيش السرايا. فاكرين لما عملت عيش السرايا؟ عيش السرايا اللي انا عملته فاكرينه، الكراميل اللي خد لون، بعد ما خد لون حطيت فيه عيش السرايا. هعمل ايه هنا؟ اول ما ياخد لون معانا هنا بيتباع في المحلات بتاعت الحلوانيه سكر الجلوكوز اللي هو التقيل اللي معانا ده كده، اللي بنعمل بيه حلاوه المولد، عارفينه ده؟ ده شفت ده؟ شفت القوام ده؟ القوام الزجاجي ده؟ القوام الشفاف ده؟ هم دول. بتحطي على المقدار ده معلقتين علشان المعلقه ما تلزقش زي ما لزقت معايا كده. هقول لك على فكره حلوه، الحاجات اللي انا بقولها دي اسرار، خلي بالك من اسرار الشيف المغازي. بتعملي ايه يا عم الشيف؟ بتجيب بوله صغيره وتحطي فيها شويه زيت. انت عايزه تاخدي معلقتين، المعلقه هتمسك فيها، هتعملي ايه؟ هتتكعبل معاك المعلقه اهو اهو اهو. حلو، طلع الكراميل، شيل المعلقه دي اللي مش نافعه معانا دي اهو اهو. حلو، اخليها هنا وتحط المعلقه دي في الزيت كده اهو. ركزي معايا اهو اهو، الحاجات دي ليكي انت اهو. المعلقه في الزيت اهي، هنعمل ايه اهو؟ ادي معلقه، شوف انا بعمل ايه اهو، شوف المعلقه نازله ازاي. حاضر يا فندم اهو اهو، نزلت اهو، والمعلقه بتاعتي نضيفه اهي زي الفل اهي اهو. الزيت ما بيخليش السكر الجلوكوز يمسك في المعلقه، نفس القصه كمان مره اهو اهو. بس اقول المعلومه دي وهطلع على طول اهو. طلع معايا الكراميل ده كده اهو، شفت نزلت ازاي اهو اهو، بسهوله خالص. انا عايزك في المطبخ كده تبقى ايه، فايقه ورايقه وبتعرفي تعملي كل حاجه. عملنا، نطلع البان كيك. طيب خلاص خلصت، والله خلصت، وهجري دلوقتي، هتضرب انا دلوقتي اهو اهو. بس اوصل دي المعلومه دي اهو زي الفل، اللهم صل على النبي اهو. شفت الفواكه بتاعتي اهي زي الفل. بان كيك بالفواكه عملناه مع بعض. عملنا الدوناتس باشكال مختلفه بتوبنج مختلف لكل الاطفال الحلوين. عملنا الشكلمه تعملها بالزبيب، تعملها بالمكسرات. عملنا الفواكه بالكراميل اللي هنعملها للاطفال الحلوين ان شاء الله
الفواكه دي بتتقطع بعد كده اربع وبندخلها في الكراميل ده وتشيل كده تبقى زي الفل، لان سكر الجلوكوز بيدي قوام للكراميل ويخليها تتغلف الفواكه سواء تفاح او فراوله او موز. انا عايز اعمل حاجات كتير للاطفال الحلوين لان انا بحب الاطفال، والاطفال لما بيتصلوا بيا ويسالوني ويكلموني عن حاجه انا بكون سعيد جدا، لان الطفل ما بيكذبش ما بيجاملش، بيتكلم اللي جواه. لو بيحب الشيف هيتصل، لو مش بيحب الشيف مش هيتصل، لو بيحب القناه الاولى هيتفرج عليها، لو مش بيحب القناه الاولى مش هيتفرج عليها. رؤيه فن ابداع، حتى مع حلويات العيد عندنا تفاصيل. منين يا عم الشيف؟ مين ماس بيرو؟